قناة وي، هنستعرض مع بعض حقائق ومعلومات صادمة عن الحوت الأزرق. هل يمكنك أن تصنع في عقلك صورة لحيوان طويل القامة يصل طوله لعشرة طوابق؟ فربما تتخيل الآن حيوان مثل جودزيلا وكينج كونج، ولكنك لن تتخيل أن الحيوان موجود بالفعل ولكن في البحار. نعم، أنه الحوت الأزرق، تلك الثدييات البحرية العملاقة التي يساوي قلب الواحد منها أكثر من وزن السيارة. إليكم 15 حقيقة مثيرة عن هذا الكائن الغامض. الحيتان الزرقاء مخلوقات عملاقة جدا، وهي أكبر الحيوانات التي عاشت على كوكب الأرض على الإطلاق، حتى أن الحوت الأزرق الحالي أضخم من أجداده الذين عاشوا من قبله من ملايين السنين، ويصل طوله إلى 30 مترا، أي أطول من ملعب كرة السلة، ويصل وزنه إلى 200 طن، وهو وزن 15 حافلة مدرسية. أما أكبر ديناصور معروف يصل وزنه إلى 90 طن، وهذا يعني أن الحوت الأزرق أكبر منه. وإن كنتم لا تتصورون مقدار هذا الحجم، فتخيل نفسك واقف أمام مبنى مكون من 10 طوابق، وهو طول الحوت الأزرق، بينما يصل وزن لسانه إلى 4 طن، أي ما يعادل وزن فيل، ويمكن أن يقف 100 شخص داخل فمه. الحوت الأزرق رأسه عريض ومسطح، بينما جسمه طويل ومدبب ينتهي بذيل مثلث. يعيش الحوت الأزرق هذا الحيوان المائي في جميع محيطات العالم، ويعيش بمفرده، إلا أنه في بعض الأحيان يعيش في جماعات. ويقضي الحوت الأزرق الصيف في المياه القطبية، بينما يهاجر في حلول الشتاء في اتجاه خط الاستواء. صغير الحوت حديث الولادة يعتبر أكبر حيوان حديث الولادة على وجه الأرض، وأنثى الحوت أكبر من الذكر، وهي تحمل جنينها لمدة سنة كاملة، ووزن صغير الحوت يصل إلى 9000 رطل، وطوله 26 قدم، وتنتج أنثى الحوت 200 لتر من الحليب عالي الدسم، ويزيد وزن الطفل 91 كيلوغرام سنويا، وتلد الأنثى كل 3 سنوات صغيرا. ترجع تسمية الحوت الأزرق بهذا الاسم إلى لونه الأزرق، ولكن سوف تندهشون عندما تعلمون أن هذا اللون الأزرق العميق ليس بلون أزرق، بينما هو أزرق رمادي وبه نقاط سوداء. الحوت الأزرق يستطيع حبس أنفاسه إلى 35 دقيقة عند البحث عن الطعام، وهو سباح ماهر يستطيع أن يطوف المحيطات بسرعة 5 أميال في الساعة، وتزيد هذه السرعة إلى 30 ميلا عندما يشعر بالخطر. الحيتان الزرقاء هي من أعلى الحيوانات صوتا على هذا الكوكب، إذ يتواصل الحوت الأزرق مع الآخرين من خلال أنين وانتحاب منخفض الصوت، فهي تقوم بإصدار سلسلة من الذبذبات والهمهمات والتنهدات، ويمكن للحيتان الزرقاء أن تسمع بعضها حتى 1000 ميل. ويعتقد العلماء أنها تستخدم تلك الأصوات ليس فقط من أجل التواصل، ولكن ربما تستخدمها للتنقل عبر أعماق المحيط المظلمة. وخلال فترات التزاوج يبحث الحوت الأزرق على نصفه الآخر للتزاوج معه عن طريق الغناء لها، وتسمى أغنيات التزاوج، وأيضا يستخدم أصواته القوية في حالات الحزن عندما يمرض أحدهما أو يموت. يعتبر الحوت الأزرق أطول الحيوانات عمرا، يصل عمره إلى 90 عام، وقد يصل إلى 100 عام، ويتم تحديد عمر الحيتان بطريقة تحديد عمر الأشجار. الحوت الأزرق ليس لديه أسنان، وبدلا من ذلك فهو يعتمد على صفائح عظمية بالفك للإمساك بفريسته، واللوحات العظمية الفكية
لديها شعيرات خشنة قصيرة والتي تعمل مثل السياج أو الشباك، والتي تسمح للحوت الأزرق بالقبض على الفريسة، في حين تسمح له أيضا بتحريك الماء بحرية داخل وخارج الفم. والحوت الأزرق غير قادر على تناول البشر لأنه لديه مريء صغير وليس لديه أسنان. يحتاج كائن بهذه الضخامة إلى قلب ضخم بالتأكيد، وبالفعل يساوي حجم قلب الحوت حجم سيارة ميني كوبر، ويزن حوالي 907 كيلوغرامات، ويضرب قلبه من 5 إلى 6 مرات فقط في الدقيقة، ويمكن الشعور بنبضه على بعد أكثر من 3 كيلومترات. وتخيلوا حجم الشرايين التي تصل هكذا قلب، يمكن لإنسان أن يزحف داخل شرايينه بحرية. أما بالنسبة لغذاء هذا العملاق، فيمكنكم تخيل حجم وجبته الهائلة، حيث يأكل الحوت البالغ قرابة 4 طن من الغذاء يوميا. وبالنسبة لحقيقة ظهور الحوت الأزرق في مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد أن هذه الأصوات أصوات صناعية، ويصعب على البشر سماع أصوات الحيتان الزرقاء لأنها منخفضة التردد إلا إذا تم استخدام أدوات علمية متخصصة. وهناك ظاهرة مماثلة في أمريكا، وهي ما سميت بظاهرة أبواق السماء، وهناك العديد من الناس قد سمعوا أصوات أبواق من السماء، وهذا فسره العلماء بأنه صوت آلة تسمى بآلة البوق. وهذا ما توصلنا له من معلومات عن الحوت الأزرق. انتظرونا في معلومة جديدة من وي.